أنت لست ودودة مقارنة بي، والآن إذا شعرت أنك ستؤذي أي أحد في هذه المنظمة سأطاردك. أتعلم لماذا؟ لأنني أكره الزواحف. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، أكلنا بندنا تصدي في كل الأزمان. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ It's me Dorito، ولدي هنا قاتل الضحك وزينجو. فيديو اليوم يا أصدقاء مع الـ SCP-208 والمعروف باسم الإله المصري، وما هي علاقته مع الـ SCP-682 التمساح. ولذلك قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا اللايك. والآن لنبدأ. كان الطفل مستلقيا على سرير الموت بالكاد يتشبث بالحياة، وفي إحدى الليالي استطاع أن يشعر بالموت متوسلا بأن لا يأخذ روحه. دخل رجل قصير ومدور الشكل بلحية ضخمة يرتدي سترة من نوع غريب، ابتسم للطفل وهو يقف بجانب السرير. وبينما كان الطفل مرعوبا حاول أن يلتفت، ولكن انتهى به الأمر وهو يسعل بشكل عنيف. بدلا عن ذلك نظر إليه بشفقة وحزن شديد قبل أن يطلب الإذن فيما إذا كان يرغب بمساعدته. شعر الفتى بشعور مفاجئ من الراحة وهدأ ببطء، أومأ برأسه طلبا للمساعدة، وبدأ الرجل بالعمل على الفور. وضع يديه فوق صدر الفتى بإنش واحد وأغلق عينيه. بعد ثوان توهجت يده بلون أزرق ناعم دافئ وبدأ بالتدفق في صدر الفتى. أكمل هذا الشيء طريقه في كامل الجسم، وببطء استطاع الطفل أن يشعر بقوته تعود إليه. سأله الطفل بذهول ماذا يفعل، ولكن الرجل استهجن بصوت أجش حيث بدأ بالتعرق من التعب وكانت يديه ترتجف. استطاع الولد أن يعرف أن الرجل كان يستنزف نفسه من أجله، وبغض النظر عن هذا أكمل ولم يتوقف حتى تأكد أن الفتى قد شفي من مرضه. وبعدما انتهى زفر بقوة وانهار في كرسي قريب للضيوف. أقسم بهورس أنني أوشكت أن يغمى علي، ولكن لا تهتم لهذا. كيف تشعر أيها الطفل؟ وأجاب الطفل أنه يشعر بشعور رائع. أخذ الرجل نفسا عميقا ومن ثم نهض وبدأ بالمشي بعيدا. استدعاه الصبي وسأله من يكون. أنا الأفضل أيها الفتى، قال هذا وضحك في سره. حسنا يا أصدقاء، كما قلت لكم إن SCP اليوم معروف باسم الإله المصري، طبعا أستغفر الله، ولكن هكذا اسمه، وهو من تصنيف السيف أي آمن. وإن SCP-208 معروف أيضا باسم بيس، وهو عبارة عن ذكر بشري مصري بلحية طويلة وبنية قصيرة، يمتلك شعرا غزيرا بكامل أنحاء جسده، ويرتدي لباسا مصريا من حقبة المملكة القديمة، وأحيانا لباسا عسكريا أكثر حداثة. بغض النظر عن مظهره الغريب والشبيه بالبشر، فإن SCP-208 يعتبر الإله المصري بيس، ويعتقد الباحثون أن هذا حقيقيا، حيث يفضل أن ينادى باسم بيس على أن ينادوه برقمه، ويرد بسعادة على هذا الاسم. وعندما يتم سؤاله ما إذا كان في الحقيقة إلها، يبتسم بشكل غامض ويقول: أجل، أنا كذلك أعرف رجلا كان يقول هذا، إنه شاب لطيف. وبالإضافة إلى اسمه هذا فهو يمتلك مجموعة من القدرات الشاذة. أولا والأهم قدرته على تحريض إعادة التوليد وإعادة تشكيل خلية سريعة عبر تركيزه لنوع من الإشعار الراديوي الكهرومغناطيسي ويشع من يده. ماذا؟ كهرومغناطيسي؟ أجل يا زينجو، ولكن استغفر الله، لا أحد يستطيع فعل هذا إلا الله. أجل يا زينجو، لقد أصبت، ولكن إنها مجرد قصة لنكمل. وطبعا هذا الإشعاع يتطلب تركيزا شديدا، يشع جسده بشكل طبيعي هذا النوع من الإشعاع الشافي، ولكن يديه قادرتين على توجيهه بدقة أكبر. ثانيا ببساطة أن أي شخص قريبا من بيس يلاحظ الأفراد أنهم يشعرون بأمان وراحة وسعادة، مما يجعله مشهورا جدا بين طاقم المنظمة. ولكن مع ذلك عندما يكون بالقرب من الذين يمتلكون نوايا سيئة وشريرة يصبحون مذهولين وخائفين بشدة، وهذا يتوافق مع الإله الأسطوري بيس، حيث كان يعتبر مدافعا ضد الشر، وبشكل أكثر تحديدا فإنه حامل للنساء والأطفال. وبغض النظر عن مظهره فإنه ودود جدا مع كل شخص يلتقي به، ولهذا سمح لبيس بالتجول بحرية في الموقع 17، ويشاهد بشكل عام في الجناح الطبي، يساعد ويهتم بالأطفال الذين يقعون تحت حضانة المنظمة. والشيء الوحيد الذي يخرج منه تصرفا عدائيا كانت الأفاعي، حيث أنه يكره الأفاعي بشكل شديد. وجد SCP-208 مدفونا بالقرب من نهر النيل في مصر مغلفا بالجرانيت بشكل كامل ما عدا واحدة من أقدامه.
استطاع موظفو المنظمة أن يخرجوه بنجاح من الصخرة، وظنوا في البداية أنه جثة محنطة بشكل مثالي، وكان هذا حتى بدأ بالتكلم. أوه يا إلهي، مرحبا جميعا، كم غبت. ماذا؟ إنه يعتبر نفسه إلها ويقول يا إلهي؟ أجل يا زينجو، أمر مضحك، أعلم ذلك. وهنا سأل بيس الباحثين المذهولين وقال لهم: بهدوء يا أصدقاء، أنا لا أنوي إيذاء أحد، سوف أكون مطيعا، أعذر دخولي الوقح. ثم ضحك ولطم بطنه المتعفنة. تم مرافقة بيس إلى مخرج الموقع 17، وبعد فترة من الاختبار والتصرف الجيد سمح له بالتجول بحرية بالموقع 17، وأجريت سلسلة من التجارب مع بيس ضد SCP-500 أو The Bankia. رغب الباحثون باختبار فعاليته ضد هذا SCP، وبعد 3 اختبارات منفصلة تم تحديد أن SCP-500 يشفي ويعالج بشكل أسرع وأكثر فعالية مقارنة ببيس. طبعا يا أصدقاء، إن SCP-500 هي الحبوب التي تستخدمها المنظمة لشفاء أي مرض، ولكن عندما علم بيس بنتائج الاختبار قام بالسخرية وقال إن هذه الحبوب تستطيع أن تشفيك ولكنها لا تجيد التكلم. وبعد فترة وفي وصاية المنظمة، أراد بعض الباحثون أن يختبروا قدرة بيس على صد المخلوقات الغير شبيهة بالبشر، وبالتحديد صديقنا التمساح. وعندما أخبر بيس عن طبيعة SCP-682 الخطيرة والعنيفة ضحك وقال أنه ليس قلقا. وبعد أن تم إخباره بالأشياء الفظيعة التي فعلها التمساح، طمأن بيس الباحثين أنه سيكون بخير. أوه، ما هذه الثقة؟ أيظن حقا أنه ندا للتمساح؟ ربما يقاتل الضحك، لنرى. أحضر بيس إلى وحدة احتواء SCP-682، وفي اللحظة التي دخل فيها زأر التمساح على الفور، وهنا ضحك بيس. هي لك من شخص صاخب. وأسرع SCP-682 باتجاهه، وهنا مد بيس يده وسمح لأمواجه الزرقاء الكهرومغناطيسية أن تخرج منها، وهنا توقف التمساح وانسحب برعب. وأثناء مشي بيس نحوه قال له: لقد رأيت مخلوقة مرعبة أكثر قوة منك قبل خلق هذا الكون. أنا لست محاربا رائعا، ولست أنا الأقوى بين جميع الآلهة، ولكن أنت لست سوى دودة مقارنة بي. والآن إذا شعرت أنك ستؤذي أي أحد في هذه المنظمة سأطاردك. أتعلم لماذا؟ لأنني أكره الزواحف. وهنا بصق بيس باتجاه التمساح ومن ثم رحل بدون أي شيء، وكان التمساح مطيعا جدا حتى رحيل بيس من الغرفة. ماذا؟ أين هيبة التمساح؟ ولماذا خاف منه هكذا؟ وهنا سأل مدير الموقع بيس إذا كان بالفعل قادرا على قتل التمساح. هز بيس برأسه وشرح أنه إذا ما استطاع إخضاعه لوقت طويل سيموت أثناء ذلك، وسيعود SCP-682 في النهاية. وإن بيس ذو شعبية واسعة بين جميع الأطفال الذين يأتون إلى حضانة المنظمة، وغالبا ما يتم إعطاؤهم له كي يهتم بهم. ومعظم هؤلاء الأطفال هم إما مجروحين بشدة، مرضى، أو معرضين لصدمة، ولكن بفضل هالة بيس وسلوكه اللطيف جميعهم يتم شفاؤهم وتسليتهم من قبل بيس، فهو يخبرهم قصصا عن شبابه ونكتا فظيعة يكرهها الجميع ما عدا الأطفال. ويخبرهم أيضا أنه مهما حدث فسيكون العم بيس موجودا ليجعل كل شيء أفضل. أوه يا له من لطيف. أجل يا زينجو. وفي محادثة بين الدكتور ريتشارد وبيس، عبر بيس عن سعادته منذ قدومه إلى حضانة المنظمة. من الجيد أن تشعر أنك مفيد، أستطيع في الواقع أن أكون طبيبا مجددا، شاهدوا الأطفال وهم يلعبون. هنا أومأ الطبيب ريتشارد برأسه، وبعد تردد سأل فيما إذا كان بيس أكثر قوة عن الذي رأوه. ليس هنالك مهرب منك، أليس كذلك؟ حسنا، أنا أميل إلى التخويف أكثر من الإيذاء، ولكن أستطيع مع ذلك أن أجعل الأمور أصعب من هذا إذا حاولت حقا. وهنا أصبح وجهه كئيبا وهو يلتفت للطبيب ريتشارد. أنا عجوز أيها الطبيب، لم أعد أملك ما يتطلبه الأمر لأكون بطلا، ومع ذلك سأفعل أي شيء للبشرية وخاصة الأطفال، لا يستحقون أن يتم إيذاؤهم من قبل أي أحد. ماذا لو طلبت منك المنظمة أن تحارب الوحوش؟ أنا خائف أن السلطات العليا سترغب بكل مساعدة تستطيع الحصول عليها، فهذا عمل المنظمة، عندها علي أن أقاتل وأبتسم، وأنا أفعل ذلك لأنني سأموت وأنا أحميهم. قال ذلك وهو يشير إلى الأطفال
الذين كانوا يشاهدونه معا. أنت فريد من نوعك يا بيس، أعلم ذلك لأنني الأفضل. حسنا أيا كان، قال ذلك الطبيب ريتشارد محاولا ألا يظهر ابتسامته العريضة. وهنا استخدم بيس قدرته السحرية المخفية لينتج كما هائلا من الحلوى ويظهرها في الهواء، ومن ثم صرخ نحو الأطفال. ركضوا إليه وهتفوا: خذوا كل ما تريدونه أيها الأطفال، لقد استحقيتم ذلك. حسنا يا أصدقاء، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في أمان الله. أهلا بكم بعالم تغزو الوحوش بكل مكان، كنبا دنة تستطيع في كل الأزمان، ليست كوابيسا ولديها جواسيسا، تنشر الرعب فينا ولن يبقى للأمن بصيصا.